ممكن نقول هنا عارف كيف بدنا نحاول اذا قدرنا نثبته اوكي اذا لا عادي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا فيكم جميعا. اول شيء مبارك عليكم الشهر، الله يعيد علينا وعليكم الصحه والعافيه. اول شيء اعرف عن نفسي، انا اسمي نوى بن صديق، مهندسه معماريه ومستضيفه لكريتيف مورنينجز. مين اول مره يجي؟ ما شاء الله. كريتيف مورنينجز حاعطيكم نبذه بسيطه عنه. كريتيف مورنينجز هو عباره عن منصه عالميه موجوده في اكثر من 200 مدينه في العالم. بدات من 2008 من المؤسسه تينا ايزنبرغ في نيويورك. بدات كانت تينا من عشاق تيدكس، وكلنا نعرف انه تقريبا تيدكس يصير مره الى مرتين بالسنه، فالاشخاص اللي تقابلهم تقريبا مره، فقالت لي ما اسوي حاجه شبيهه ولكن بشكل دوري، وبنفس الوقت اني اجمع المجتمع الابداعي في مكان واحد عشان نتعلم نستفيد ونفيد بعض. بدات في نيويورك، بدات تدفع من جيبها الخاص تقريبا $150 بالشهر. بدات تلاقي اقبال جدا كبير من الولايات الثانيه انهم بيجوا نيويورك عشان يحضروا كريتيف مورنينجز. قالت ليش ما افتح ابلكيشن يصير لكل مدينه هوست معين واعضاء فريق معينين. وبالفعل بدات تقريبا اول سنه فتحوا في 20 مدينه في العالم، ودحين نقول لاكثر من 200 مدينة، والرياض تقريبا بدينا من 8 شهور. اوكي، اللي يميز كريتيف مورنينجز عن اي ميت اب ثاني انه هو ما هو متخصص لمجال معين. المانيفستو حقنا الاساسيه everyone is creative everyone is welcome، فنحتاج متطوع يقرا لنا المانيفستو. مين يتطوع معانا؟ Everyone is creative. A creative life requires bravery and action, honesty and hard work. We are here to support you, celebrate with you, and encourage you to make things you love. We believe in the power of community. We believe in giving a name. We believe in face-to-face connections, in learning from others, in hugs and high fives. We bring together people who are driven by passion and purpose, confident they will inspire one another, and inspire change in neighborhoods and cities around the world. Everyone is welcome. Exactly. هذا الهدف من Creative Morning، إنه everyone is welcome. فإحنا هنا عشان نساعد بعض، عشان نجتمع كمجتمع إبداعي في مكان واحد ونقدر نبدع ونطلع مدينتنا بالصورة دائما الأفضل. Okay. Creative Morning زي ما قلت في أكثر من 200 مدينة. لسه قبل كم شهر كنا نقول بأكثر من 180. فجدا مبسوطين إن نقول دحين يعني وصلت هذا الرقم. بلس المدينة والشرقية إن شاء الله عما قريب حيفتحوا، وأي شخص من أي مدينة حول المملكة يعني شجعوهم، خلينا يعني نكبر العدد في المملكة العربية السعودية. أوكي، Creative Mornings كله قائم على المتطوعين، مني أنا كمستضيفة وأعضاء الفريق، فلولا الله ثم هم كان ما صار اليوم ولا صار كل الشهور اللي فاتت، فممكن حييهم. تحية كبيرة ليال، سارة، نورة، فاطمة، جهاد، وسارة، وألاء، وعنود، وجوهرة، ونورة، ومير. أكثر شخصين بيتعبوا معانا كمان عبد الرحمن وفيصل. نقول لهم شكراً للتغطية كل شهر. تقريباً كل شهر في Creative Mornings سواء حول العالم وفي الرياض، كل الفيديوز والتوكس تلاقوها موجودة أونلاين في الويب سايت عندنا. وعندنا شكر كبير للمتطوعين اكسترا هاند، المكان اليوم كان كبير فكنا محتاجين زيادة عن أعضاء الفريق، فنقول شكرا محمد، سعود، ملك، عبير، ولينا الصبي، يعطيكم العافية. عبد المحسن الرويس اليوم هو كان مترأس الأكتيفيتي اللي هي الدودلينج، which is يعني عندها نفس الكونسبت الثيم هذا الشهر. فنقول له شكرا عبد المحسن. اوكي. Creative Mornings برضو قائم على الرعاة، 100% لهم رعاة محليين وعالميين. من الرعاة العالميين عندنا ميل شم. ميل شم تقريبا كان من داي 1 موجود، من 2012 كانوا هم اول شخص داعمين لCreative Mornings Worldwide، وهم اساس انه Creative Mornings قاعد ينتشر حول العالم، فنقول لهم شكرا ميل شم.
كمان ووردبريس كمان كانوا معانا صار لهم تقريبا من 5 سنوات فهم كمان الاساس بانه قاعد ينتشر. ووردبريس مسوين حمله كامبين اسمها اون يور كونتنت حطيناها في الويب سايت فاي احد من صناع المحتوى هذه فرصه جدا حلوه لكم عشان تقدروا تنتشروا جلوبالي فادخلوا على الهاشتاج وشوفوا وان شاء الله حتستفيدوا فيها. أدوبي كمان من الداعمين العالميين للCreative Mornings قاعدين يوفرونا إحنا كGraphic Designers اللي موجودين عندنا الأدوات تقريباً for free. أوكي الحين نجي للرعاة المحليين من Day One عندنا هلام Agency كانوا من الداعمين للCreative Mornings هلام شكراً برضو كريم من وإلى Creative Mornings عندكم 15% off دائما promo code CMRUH استخدموه. عندنا محتوايز برضو من Day One شكرا قاعدين يحثوا على المحتوى العربي فقاعدين يقدمونا كل شهر مقالة related للثيم. عندنا Innover كمان our creative agency بيساعدونا بالposts. عندنا Product Care نقول Thank you طارق ونسلا تحتهم نسكافين فتنس وأوبتيفاست أور Day One من Day One هم يساعدوا جدا وأول ما بدينا لانش في الرياض برضو ساعدونا فنقول لهم Thank you. جمعية النهضة شكرا لاستضافتنا اليوم في المكان يعطيكم العافية. عندنا برضو بلس بوينت للكيترينج روان جلال يعطيك العافية شكرا. وأكسنت حصة العجاجي يعطيك العافية على الترتيبات. تعبتوا تتصفقوا. اوكي من الستيشنز الموجودة في كريتيف مورنينجز عندنا التالنت ستيشن. أي شخص عنده أي موهبة. احنا في جهات وشركات جايسة تكلمنا عشان نعطي الكونتاكت حق الكريتيف كوميونيتي اللي عندنا لهم عشان تستفيدوا سواء كان فرصة عمل المبادرة اي شيء كانت فعندنا هنا ستيشن فاي احد عنده اي تالنت جرافيك ديزاينر الستريتر صانع محتوى مصور وات ايفر اكتبوا لنا اياها واحنا ان شاء الله حنكون حلقة الوصل بين الشركة او الاندفجوال اللي جالس يتواصل معنا. طريقة التسجيل أكثر سؤال يجينا هو يا إنه اللينك الموجود في البايو في تويتر أو إنستغرام أو تقدر تكتبوا Creative Mornings تروحوا للمدينة اللي تبغوها اللي هي الرياض more info بعدين register. بعد الريجستر لازم يترسلكم إيميل عشان يصير فيه verification للأكاونت إنه أنتوا مو سبام. بعد كذا خلاص أنتوا automatically register. أكثر شيء ناس كثير في الويت لست فأي أحد عنده يعني last minute cancellation ما يقدر يحضر بس سووا ريليس للتكت عشان أي شخص في الويت لست يقدر يدخل الأوردر. تقدر تسوي ريليس من نفس الموقع أو عن طريق الإيميل اللي ترسل لكم بعد قائمة الدخول. عندنا هنا رياض بيج اللي هي صفحة الرياض تقريبا نعطي sum up للإيفنت إيش صار ونلاقي التالنت اللي كانت مكتوبة في هذا الشهر برضو قاعدين نكتبها عشان تكون سهلة انكم تحصلوا المعلومة. اوكي collaboration station في collaboration station سوينا شيء جديد هذا الشهر. احنا كان عندنا في البداية انه اي شخص عنده مشروع ومحتاج خلينا نقول مصور graphic designer ايا كان يكتب اسم المشروع description حق المشروع وانت ايش تحتاج. كل الحضور أتمنى أنكم تمروا على هذا الستيشن. ممكن أحد منكم مصور أو الشخص اللي يحتاج له صاحب المشروع فأنتوا بس حطوا الكونتاكت انفورميشن سواء كان رقم أو إيميل اللي تحبوه وإحنا حنكون حلقة توصل بين صاحب المشروع والحضور اللي حط الاسم. الشيء الجديد اللي سويناه هذا الشهر أنه أنتوا إيش تقدروا تقدموا لنا إحنا ككرياتيف مورنينج وللمجتمع بشكل عام عشان يسهل موضوع الشركات الخاصة اللي قاعدة تتواصل معانا انه انت تقدر تقدم خلينا نقول تصوير. هذا اسهل شيء قاعد يجيني دحين في بالي كل شيء اقول بصور بس خلينا نقول تصوير فانت تكتب في اي مجال وايش تقدر بالضبط تقدم لنا. مو شرط Creative Mornings بس لا بالعكس الشركات اللي جالسة تسأل عننا تسأل عنكم. برضه في ستيشن اللي هو
وقسوة، قاعدة نحاول نحث القراءة أكثر. فأي شخص عنده يعني كتاب حابب يهديه لشخص مع كرييتيف نوت على بداية الكتاب، ويصير فيه سواب كل شهر، فبدل ما تكون موجودة في البيت خلينا نجيبها والأشخاص الثانيين يستفيدوا منها. في عندنا فقرة اسمها 30 second pitches، إن شاء الله بعد ما سلطان يخلص التوك أي أحد عنده مبادرة مشروع حابب يعلنه للناس، حنختار 5 أشخاص يطلعوا ويتكلموا عن الشيء اللي حابين يتكلموا عنه. مواقع التواصل الاجتماعي اللي احنا نستخدمها انستغرام وتويتر، الاكونت رياض _ سيان. اوكي حنحركهم شوية. عندنا فقرة stand up F. This is not your first creative morning. حنعكسها. انتوا شايفين الاكثر مين؟ كأن الجدد أكثر. الجدد أكثر. أوكي. تمام. الفقرة الثانية. Stand up if you are preserving something unusual. ما في شخص. إيش؟ حاجة يعني out of the box. إحنا ما نفكر فيها إنه أنت مخبيها في البيت أو أوكي. عندنا هنا واحد. طب are you willing to share it out loud? Are you? Okay, theme هذا الشهر هو preserve. اختاروا تشارلستون US. Preserve يعني كلمة لها deep meaning. ايش تعني لكم كلمة preserve؟ أي أحد؟ أي مشاركة؟ What does preserve mean to you in one word؟ يعني أنا مثلاً أقدر أقولها بأكثر من perspective. إذا بتكلم في مجالي architecture حقول environment. شخص تاني؟ يلا لازم شوية. Yes. Mind peace. الهدف من creative mornings إن إحنا we make connections نتكلم فyes let's do it. أوكي هنا ماي سارة أو أحد يساعدنا بس هنا يمرر المايك. culture. أوكي مين كمان وراك attachment. شخص ثاني صار هنا to me it's abundance and availability. اوكي يعطيكم العافية شكرا. في شخص ثاني حابب يزيد؟ اوكي حابين شوية مواقع التواصل الاجتماعي يكون الهاشتاج more active عشان نقدر نوصل جلوبالي مع السيتيز الثانية اللي معانا هذا اليوم، فنقدر نستخدم CM Preserve و CM RUH. اوكي عشان نشجع الاودينس انجيجمنت شوية، كل شخص افضل انه الشخص اللي جنبكم ما تعرفوه، نسأل مثلا عن ايس بريكر تاك كوستر. اوكي عندنا 2 minutes. نبدأ؟ اوكي. أول مرة لك هنا؟ تقريبا بديت أحضر كنت Little bit more.
شيرز الأشياء اللي قالت شخص. طب شخص واحد أنت اليوم أتندي أوف ذا مانث. أوكي أنا ومبارك اللي وراي كلنا كاتبين ماي أنا ومبارك كاتبين كلنا ماي مع إنه ما نعرف بعض فكنا بنتكلم انه المايند يعني احنا نحس انه هو اساسا احنا هو اللي فيه الاشياء الروحيه افكارنا ابداعاتنا كلها موجوده في المايند. Amazing. حلو. اوكي مين كمان؟ شخص واحد زياده؟ اوكي. انا هقول بس ما حدش يضحك عليا ف ماي بايك. Your bike. Yes. Okay, relax. Okay, جينا الفقرة في شخص. Okay, sorry. السلام عليكم. مالك الذيابي. كتبت my family بس إن الأخت الكريمة اللي قدامي كتبت myself. طبعاً عفوا على الحراج لكن لما تناقشنا في الموضوع قالت لو ما حفظت أنا نفسي كيف بحفظ الآخرين فشيء جميل صراحة. صح. أوكي. Our speaker this one سلطان مسلم. سلطان مسلم دارس Industrial System Engineering. He joined MISC Foundation recently. He is acting as the global in a global stage as an ambassador. But let's welcome Sultan. Assalamu alaikum. تسمعوني كلكم؟ لا إجابة ما تكفي. أبغى أسمعكم كلكم عشان أتأكد إنكم قاعدين تسمعوني. تسمعوني كلكم؟ مرة ثانية بس إن في واحد ما سمعته. تسمعوني؟ ممتاز. طيب. العادة في Creative Mornings نقول صباح الخير فنقول لكم هالمرة أوكي نقول لكم مساء الخير لأنه يوم فضيل من أيام رمضان المبارك عسى الله يتقبلنا وإياكم بإذن الله تعالى العشرة الأولى راحت حنا في العشرة الثانية والله يبلغنا العشرة الأخيرة بإذن الله تعالى اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بإذن الله تعالى أن تكون العشرين أو الثلاثين دقيقة القادمة worth it for you guys وقبل ما أتكلم على theme preserve راح أتكلم بس على كيف الإجابات كانت متباينة لما سألت لما what does preserve mean to you طبعا الشباب بتكلم عربي وإنجليزي فتحملوني شوي بحاول قد ما أقدر أتكلم عربي بس إذا تكلمت شوي إنجليزي اعذروني على القصور كلمة preserve أول ما كلموني نورة ولمن I'll give a speech for Creative Mornings على طول صار عندي أي شخص أقابله سواء أعرفه ولا ما أعرفه أسأله إيش تعني لك كلمة preserve طبعا الإجابات كانت متباينة بالتباين اللي شفناه اليوم واحدة قالت abundance واحدة قالت culture environment سألت ناس قالوا لي pickles and jam هذه زوجتي ليلى قاعدة تشوفني الحين في اللايف انستغرام wherever it is
فتلاحظوا كيف الاختلاف، وهذا جزء من جمالية الكلمة. ومهما تكلمت اليوم في النص ساعة عن هذه الكلمة ما راح أوفيها حقها، والزاوية اللي بتكلم عن preserve اليوم فيها ما أبغاها تحصر تفكيركم في نطاق هذه الكلمة. النقطة الأخرى اللي راح أتكلم عنها هي تحتمل كلمة preserve وجهين. الوجه الأول we can preserve things by growing them بالتنامي، and we can preserve things by protecting them بالحماية. ومثال جدا واضح للجميع preserving a flower، كيف نحافظ على وردة؟ مستحيل نحافظ عليها لما نتفرج عليها. أوكي خلاص، لا حتموت حتذبل. نحافظ على الوردة، نعطي من جهدنا، نعطي من وقتنا على أساس نسقيها، فبالتالي يتم الحفاظ عليها. مثال نقدر نطبقه على واقعنا هو تطوير الذات، هو التعلم، العلم. مثال أوضح علاقتي بزوجتي، علاقتي بأمي، علاقتي بصديق حميم. أنا أعرف سليمان بعيز، أختها موجودة الله يعطيها الصحة والعافية. ألا سليمان من الروضة حنا مع بعض، وما أبالغ إذا قلت إلى ثالث ثانوي حنا في نفس الفصل جالسين جنب بعض من روضة 12 سنة مع بعض. طيب رحنا الجامعة، ورحنا ما بعد الجامعة. If we do not preserve this relationship، إذا أنا ما أرسلت لسليمان رسالة، إذا ما كلمته، إذا ما أخذت وعطيت معاه، هل راح تبقى نفس العلاقة ولا لا؟ ما راح تبقى نفس العلاقة. فI'm preserving my relationship with سليمان by growing it، إني أنميها. نجي للوجه الآخر من preserving اللي هو protection، الحماية. طبعاً it's paradoxical، مخالف تماماً على growing. لا تلاحظون كيف الوردة تتنفس، البروتكشن أعطيكم مثال عليه الفاكهة والخضار. الناتشرال بروسس للخضار والفواكه لما تخليه أو تنميه أو تسقيه وتخليه زي ما هو، إذا قعدت تسقيه زي الوردة راح ينتهي به المطاف إلى الذبول، إنك it's not edible، it's rotten. فلازم تتدخل عشان تحميه من إنه يموت أو يفقد قيمته. مثال نقدر نطبقه على واقعنا وحياتنا آخر زي الذهب والألماس مثلاً، you protect it من الخدش، من السرقة، من من من. وفي النهاية حلاوة الحماية، واليوم راح أتكلم أغلب السبيتش عن الحماية، إنه كيف إذا حميت الذهب وحميت الألماس من نفسه يتنامى، قيمته قاعدة تزيد من نفسه. All you have to do is protect it, preserve it, and it's going to take care of its value. اليوم راح أتكلم عن شيء أغلب كثير من الذهب وأغلب كثير من الألماس وأغلب كثير من أي شيء آخر، وتكلموا عنه الشباب قبل شوي جزء منه، اللي هو how to protect your self-worth. وعشت قصة مؤلمة والحمد لله ما كانت detrimental، لكن وصلت لي للنقطة الباتم هذه، الروك باتم. قد عشتوها هذه؟ yeah, thank you. Raise your hands, guys. Let me feel that you belong. I'm gonna cry now. Thank you. It's not only me. أنا عشت طول عمري، وهذا الشيء يعني ما ألوم نفسي فيه، لأنه الحياة وضعت أو it wired us that way بشكل أو بآخر. عشت حياتي في سباق، بمعنى آخر ترتيب. هو كان وليت أشوف نوتس كذا، أشوف روس قاعد تتحرك في المدرسة، كم ترتيبك؟ ترجع البيت أهلك بالصفاء النية إن شاء الله تكون أحسن واحد، يا رب ما في أحسن منك، يا رب أحسن، أفضل، أسوأ، أقل. أنت سباق، سباق جري، تريدميل ما ينتهي. فبالتالي وصلت المرحلة أنا في السباق هذا كنت الأخير. It was a horrible feeling، شعور خايس جداً. ترجع البيت مطاطر الرأس. ليش؟ ترجع البيت وانت متحسر على إيش؟ ما تعرف. فقررت في فبراير، وكان الباتم كان فبراير، يعني لو تشوفون الخط هذا فبراير تشوف الروك باتم. وزوجتي كانت معي في الصالة، قلت لها listen I'm gonna start project سلطان 2.0، خلاص سلطان القديم انساه، I'm gonna create a new سلطان. وبديت أشتغل مع نفسي، ووجدت أنه الروت كوز، السبب كل شيء كنت أعيشه، هو أني كنت قيمتي الذاتية
بالضبط زي السهم في سوق الأسهم. شفتوا كيف التريدرز؟ آه سهم المراعي، لا لا اليوم التشيرمن لا حقهم، لا أنا will trade it with 19 ريالز، خلاص قيمة السهم زلت 19 ريال. أنا حضرت، أضرب في حياتي مثال عليها، أنا حضرت اجتماع سويت presentation، ومثال Creative Morning سويت presentation، الناس مرة عجبهم البرزنتيشن، Oh my God amazing، Where am I؟ هنا. مرة عجبهم الناس، ممتاز. اليوم اللي بعده أرسلت إيميل غلط للشخص الغلط، I got scolded by my manager. Where do I belong؟ في سوق الأسهم، في القيم الذاتية، somewhere here. وعيش كل يوم طالع نازل طالع نازل، ولما وصلت للي تحت عرفت إنه I have to preserve my self worth from fluctuating، من التردد هذا اللي يجي أو التفاعل اللي قاعد يصير مع كلام الناس، كيف يفكرون عني، وش الليبلز اللي يحطونها عني، وش يقولون عني. فاليوم إن شاء الله راح نجيب على ثلاث أسئلة بعد ما قلت لكم هذه القصة. السؤال الأول What is self-worth؟ السؤال الثاني Why do we need to preserve self-worth؟ ليش؟ ليش راح نقضي هالوقت مع بعض كلنا عشان نحاول أنه نحمي قيمتنا الذاتية؟ السبب، السؤال الثالث How can we preserve self-worth؟ طبعاً السؤال الأخير هذا How can we preserve self-worth؟ ممكن نجلس اليوم إلين ممكن بعد صلاة العشاء بكرة برضو ما يكفي الوقت، لكن اليوم هو فقط للتذكير. It's up to you guys to take this forward. وفي برضو يعني techniques وفي books وفي أشياء كثيرة ممكن نتكلم عنها. أنا مستعد بعد بعد speech نجلس مع بعض ونسولف عنها إذا يهمكم الأمر. Self-worth is a يعني quite a broad term، بس أنا بختصره بثلاث أشياء. Okay. الشيء الأول how do we feel about ourselves. Okay. The feelings تؤدي إلى how do we think of ourselves. عادة feelings result into thoughts. The thoughts result into actions. أنا عارف في بانيو هنا طب وش جابه بنتكلم عنه بعد شوي. How do we feel about ourselves؟ هل أفكار، هل مشاعرنا، هل أفكارنا، هل تعاملنا مع نفسنا إيجابية أو سلبية؟ هل أنا أحب نفسي ولا أكره نفسي؟ لما أقول أحب نفسي ما أتكلم عن النرجسية، أنا أتكلم عن الحب الممدوح، الحب المعقول اللي ما يدخل فيه جلد الذات. هل أحب نفسي، هل أكره نفسي، هل أستمتع مع نفسي أو هل أمل من نفسي؟ ومثال واقعي، جالس في الصالة ولا أحد يكذب ولا أحد، كلنا عارفين أنفسنا، جالس في الصالة على الجوال، أهلك موجودين في البيت لكن كلهم متناثرين، اللي في المطبخ واللي في الحوش واللي في طاف الجوال عليك، خلصت البطارية، وين الشاحن؟ وين الشاحن؟ شباب الشاحن، يا شباب هذه ردة فعلك، ولا تقول اسمع أبجلس عشر دقائق خمس دقائق مع نفسي، طاف الجوال أبقضي وقت مع نفسي بستمتع يا أخي بروق. أنا في المالديفز بجلس قدام البحر، أقول واحد من الشباب جلست حطيت الجوال حقي في السيفتي بوكس يوم كامل ما صدقني. ليه يا أخي؟ قدامك بحر انبسط استانس، والله مستحيل أجلس مع نفسي أكثر من خمس دقائق. هذه يبغى لها وعي بالذات. إحنا نقول وين الشاحن ما ندري، ترى والله السبكونشس قاعد يشتغل بس ترى ما تدري وش أبعادها. ممكن أنت ما تطيق نفسك أصلا، ما تبغى تجلس مع نفسك. فهنا يجي الفيلينج، هنا يجي الشعور. الشعور يؤدي إلى ثوت. وبضرب مثال على الأفكار النفسية السلبية أو الإيجابية. اثنين زايد وزنهم overweight. الأول يقول يا أخي أنا دب، أنا عجزت، حاولت 7000 مرة يا أخي مني براكبة، ما أقدر، ما نفعت، خلط صدري ما في فائدة. الثاني نفس الحالة ونفس الوزن، وش يقول؟ يقول صح أنا زايد وزني، ترى يكلم نفسه ها؟ أنا زايد وزني صح عليك، يكلم نفسه والله معك حق، لكن في طرق تنقص من وزني. الطريقة الأولى أني ما أكل برجرز، ما أكل فرايد فود، ما أكل كوكيز، ما أشرب سوداز، وخلاص كويس. الطريقة الثانية أني أشتغل في الجيم على نفسي، أجيب بيرسونال ترينر وأبدأ أتحرك. لاحظتوا الفرق في الأفكار؟ أبى أسألكم سؤال، الأول يحب نفسه؟ أكيد ما يحب نفسه. أنا شفت واحد في الشارع قاعد يتمشى، أقدر أقول له أنا دب؟ هو دب؟ هو أوفر ويت مثلاً، أقدر أقول له هو دب؟
سترينجر. ليه؟ لأنها قلة أدب، صح؟ عادي إني أقلل أدبي على نفسي، بس مو بعادي أقلل أدبي على غيري. شلون؟ اللي قالتها الأخت الكريمة اللي قالت إنه إذا ما اهتميت بنفسي كيف أهتم بالآخرين، صح ولا لا؟ If I don't preserve myself, how can I preserve others؟ فكيف أنا أسمح لنفسي وأتجرأ أني أقول كلام عن نفسي ما أقدر أقوله لغيري؟ حلو؟ هذه فكرة الثوتس. سبحان الله، الأفكار تعطيك الأوامر، how you act. وأنتم بتعرفون الآن، الأول اللي قال أنا ما ينفع فيني وحاولت أكثر من مرة ولا نفع، وش توقعون السكند أكشن على طول اللي بعده وش بيسوي؟ كوكيز. حبيبي ما يبيلها، أقرب هارديز، أقرب دنكن دونتس، صح ولا لا؟ من الآخر. لكن الثاني واقعي وعملي، وش بيسوي؟ بيجيب ورقة وقلم، يقول اسمع جدول، هذه الأشياء ما راح أسويها، هذه الأشياء راح أركز عليها، أدخل جوجل مابس أشوف إيش أقرب جيم عندي، أكلمهم بالتليفون، كم الاشتراك عندكم؟ أوكي، بدخل عندكم ترايل، يا 3 دايز جود، بجرب عندكم في بيرسونال تريب، في شغل واضح، في أكشن واضح، يحب نفسه ولا ما يحب نفسه ذا؟ في نرجسية؟ ما في نرجسية. حلو؟ هذا السلف وورث، ثلاث جوانب، تبدأ من الشعور وسبحان الله بالسب كونشس تنتقل إلى الأكشن، وترى على فكرة هذا تصير في سبليت سكندز. في أجزاء من الثانية، شفتوا أنا أخذت يمكن خمس دقائق من وقتكم أشرح؟ هذه كلها تصير سبليت سكندز وأنتم ما تحسون فيها. بس يبغى لها وعي ويبغى لها اهتمام. طبعا ليش نحتاج أنه نحافظ على قيمتنا الذاتية؟ شفتوا شجرة ولا لا قبل شوي؟ ولا عيدها؟ شفتوا شجرة؟ مؤمن أنها مهمة لأنها سبب وجودنا في الكون. تسألون كيف؟ الشجرة وآدم عليه السلام وحواء عليه السلام في الجنة أعطاهم ربي كل شيء إلا الشجرة، صغيرة في نعيم الجنة، سووا كل شيء لها الشجرة. إبليس جاهم وقال لهم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. سلطان لحظة، وش دخل؟ وش قاعد تقول؟ تونا نتكلم إحنا عن سلف وورث، جايب الشجرة وجايب لآدم عليه السلام، ما له علاقة. نرجع حبة وراء، أمر الله عز وجل إبليس أن يسجد لآدم، وكلنا نعرف هذه القصة، صح ولا لا؟ ليه ما سجد؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، على أساس أنا خير منه؟ من اللي خلاك أنت يا إبليس خير من آدم؟ ليه؟ لأنه قيمته الذاتية إبليس رابطها بليبلز، نار، طين، زي عندنا حنا، أنت سعودي، أنت من المدينة الفلانية، أنت من القبيلة الفلانية، في الانسيكوريتي اللي وجدها في ليبلز خارجية. بعدين راح وعد، لما طرد الله عز وجل وعد الله أن يغوي بني آدم بما هو أغوي فيه، التريك أو التراب اللي وقع فيه. فراح الآدم وقال له عليه السلام، وقال له نفس اللي قال اللي صار فيه، أنه خلقتني، أو قال له أن تكون ملكين، أحط الملك فوق آدم عليه السلام. فآدم عليه السلام got tricked أنه أنا أقل من الملائكة، فلو أكلت الشجرة راح أصير فوق. نرجع بالترتيب، إبليس شاف نفسه أعلى من الملائكة، آدم شاف نفسه أقل من الملائكة، فأكلها ونزل إلى الأرض. فبدأت البشرية بقيمة الشخص وتقديره لذاته. طبعا ندخل الحين في التكنيكس، وقلنا حنا الترابس. في كتاب اسمه سيلف استيم، جدا رائع، وهذا ساعدني سلطان بروجكت 2.0. كتاب عظيم، فيه تكنيكس كثيرة على كيف تحافظ على قيمتك الذاتية. طبعا الترابس، في 9 ترابس، ما يسع المقام اني اتكلم عنها 9، لكن بجيب لكم امثلة عشان تفهمونها. اول طريقة هي انك تفصل بين افكارك وبين حديثك مع النفس. احنا تقريبا يوميا يجينا 60,000 إلى 70,000 فكرة في اليوم. كيف انا افرق بين فكرة وبين جلد؟ هي تجي بصيغة فكرة. يقول الكتاب اول شيء تعطيه
الكلام هذا اللي يجيك أو جلد الذات يجيك عطوا شخصية وعطوا اسم. يعني أنا في حالتي مسميه مستر نقرب، معطيه شكل كذا في بالي. ومثال عليها، أنا جالس في اجتماع وفي بالي فكرة ألقيها في الاجتماع، على طول جاني يستخدم تكنيك اسمه mind reading، وكلنا نستخدم mind reading، إنه وش يفكر عني هذا الشخص اللي قدامي، الفكرة اللي أبغى أقولها، يجيني هو يقول اختار فكرتك خايسة لا تقولها. على لما أشوفها مستر نيجاتيف أقول له ليش فكرتك خايسة؟ أنا الحين أتكلم مع نفسي ليش فكرتك خايسة؟ يقول اللي قدامك is a practical person. He's not a creative person. He's not a visionary person. So don't use visionary lingo معاه. لا تستخدم أشياء أحلام، وخليك practical. إذا فكرت مي practical لا تقولها. فأنت تيجي تدعي من سمح لك يا مستر نيجاتيف أنك تتكلم عن الشخص اللي أمامي على أي أساس؟ هو أكيرت، ما هي دقيقة الفكرة اللي أنت قلتها. فهذه من ضمن الترابس، في منها سيلف بليم أيضا. أنتوا طبعا تعرفون أنفسكم إيش السيلف توك يدور في راسك. في منها سيلف بليم، إذا وجدت نفسك تعتذر على أي شيء، أي شيء تعتذر عليه، مو ما أنت ما أخطأت، بس تجد نفسك تعتذر والله سوري معليش أنا حركت الكرسي. طيب عادي حركت الكرسي، شو المشكلة؟ أنا آسف إني تأخرت، ما أحد درى أنك تأخرت، الجامعة عادية كاملة جيت، ما يحتاج أنك تعتذر. هذه كلها أمور قاعدة تنقص من قيمتك الذاتية بدون ما أنت تحس فيها. طبعاً self worth عادةً، وهذه based on self worth theory you can look it up، في خمس كلمات دائماً تربطنا بقيمتنا الذاتية في حياتنا. طبعاً أنتم تتكلمون عن واقعنا اليوم المرتبط بإنستغرام، المرتبط باللايكس وبالريتويتس وبالكونكشنز، how many followers you have. تلقى تدخل بروفايل حق شخص تلقى عنده 100 فولو، على طول الفاليو حقه ديمينيشز وما يسوى. واحد عنده 100,000 فولور حتى لو ان شاء الله انا قاعد يعني يصور البلاط، خلاص صار عنده فاليو. فهي مرتبطه ب ماني، كونكشنز، لوكس، اتشيفمنتس اند كارير. هذه الخمس كلمات، أي شخص تجدون عنده سكورز عالية في هذه الخمسة، تجد سبحان الله الورث حق الناس، لما تكلمنا حنا عن سوق الأسهم تجد الورث ارتفع. They look up to him. سلطان قاعد يتكلم الحين سبيكر، مو معناته أنه he's higher، لكن طبيعة المجتمع لا تشوف أنه he's kind of a big deal. But it's not the case at all. He's just a normal human being like everybody else. He goes through, بغيت أقول يعني he goes through, you know, he goes through ups and downs. عادي، طبيعي، إنسان بشر، بغيت أقول الكلمة عادي، it's okay. بس سبحان الله ما المجتمع يعطينا هذه اللنزز اللي خلينا نشوف الناس بهالطريقة. اللي يشوف نفسه، اللي يشوف نفسه ويحط نفسه في ترتيب ورانكينج بالخمسة هذه، بطبيعة الحال حيلبس اللنزز هذه ويشوف الناس من هذه اللنزز. فإذا شخص قدامك ما عنده الخمسة، I will look down to them. I will not value them. ليه؟ لأنهم في الترتيب مرة متدني. فهذه حريص جدا أني أحطها في سلايدز عشان نفهم اللي بقولكم إياه عنه بعد شوي. طبعا في خصلة واحدة بين الخمسة هذول، لو لاحظتوا it never ends. ولما قلنا حنا السباق ما في فايزين، it never ends. Looks, you will have people looking better than you. Money, you'll have people richer than you. Connections, you'll have people connected more than you. حتى لو انك بليونير. واكبر دليل على ذلك اللي تشوفونهم وصلوا في المجتمع ككرنسي في الخمسة، تدخل معاه في الصالة تلقاه كئيب. وعشان كذا في ناس منهم depression، في ناس منهم suicide، في ناس منهم ليه؟ لأنهم لعبوا لعبة الخمسة labels هذه واكتشفوا أنها it's never ending. That's why they go to addictions that cause them some escape mechanism، أنه أهرب من الواقع، السباق هذا الغير منتهي. فبالتالي يكون زي ذا البالون اللي تحت اللي انفقع، ما تشوفونه يا شباب اللي بعيدين سوري. احنا تكلمنا عن الفايف ليبلز وما تدوم، واتفقنا ان هذه الاشياء ما تدوم للشخص. فلما اربط نفسي بمنصب بيطلعني فوق، وش راح يصير فيني؟
راح اطلع معاه صح ولا لا؟ My self worth اللي تحت راح يطلع مع العوامل الخارجية اللي معاي. جاني منصب السلف وورث حقي طلعت، جتني فلوس السلف وورث حقي طلع، راح المنصب والله نعرف ناس كثير راحت فلوسهم ووصلوا المرحلة من ذل للذات اللي ما عاد صاروا يتقبلون أنفسهم، هربوا من المجتمع اللي هم فيه. لا، الناس تعرفني أنا غني، ما ينفع تعرفني أنا فقير. ربط قيمة ذاتية بالعوامل الخارجية اللي مستحيل تدوم على حال. عسى الله يا رب يديم حالنا وتكون حسن لأحسن يا رب. فيه أدلير سايكولوجي، أنصح الجميع بأنه يعني يستثمر وقته فيه. أدلير سايكولوجي مرة ممتاز، يعني نظرته للذات مختلفة تماما عن نظريات كثيرة في السايكولوجي. يلخص العلاقات بين البشر إلى two items، في vertical relationships وفي horizontal relationships. وش الفرق بين vertical والhorizontal؟ vertical هي تضعني أنا هنا بالنسبة للترتيب وتقارن الآخرين على هذا الأساس. مثال أنا ومديري في الكارير كليبل، مين أعلى من الثاني؟ مديري أعلى، فخلاص أنا أصير مع مديري. ولا تلاحظون بعض الأحيان الناس تستعين بزي الكذب، أكذب عشان أرضي مديري، أسرق عشان أرضي مديري. ليه؟ لأني أنا شايفة فيرتكل، إذا هو رضى عني خلاص أنا ماي كارير ويل بي سستيند. إذا مديري غلط أكتشف أنه المفروض أنه ما يغلط لأني أنا أعتبره فوقي. فبالتالي تضع كل الناس في هذا السلم. ونرجع نضرب مثال على مطعم، أنت لما تشوف الجانيتر تعتبره في أقل السلم، لما تشوف الويتر تعتبره فوق. يعني كل الأمور، كل حياتك مرتبة بترتيب، خلاص أنا أعرف كيف أتعامل مع اللي فوقي وأعرف كيف أتعامل مع اللي تحتي. وفي ناس سبحان الله إذا طلع في الترتيب يتغير تعامله معك، صح ولا لا؟ سبحان الله يتغير، ما عاد هو الشخص اللي كان عليه قبل. فوش يقترح أدلاريان؟ يقول كلنا المفروض نكون على نفس الخط، لأن قيمتنا الذاتية ما هي متعلقة بالخمس أشياء اللي ذكرناها. قيمتنا الذاتية مختزلة في وجودنا في هالحياة بدون أي ليبلز، مجرد أنت موجود كافي بأنك تكون ذو قيمة عالية. لذلك حرصت لما سألوني نعطيهم البايو، I don't want any labels. أنا أوكي، أنا مع مسك، I'm not a musketeer when I'm talking to you guys. فهمت قصدي؟ I'm basically a human being. I am proud to be a father of Selma. I'm proud to be a husband of Layla. I'm proud to be a brother of Zaid, Abdullah, Nira, وسارة اللي موجودين. These are things that bring me pride. These are things that bring me up as a person. فهنا يجي تعاملك مع الآخرين بغض النظر وش منصبه، في النهاية بشر، في النهاية مكرم، لأنه الله عز وجل كرمه بأنه خلق من خلقه. وهذه النظرة راح تساعدنا، لو تذكرون الكيرف اللي تكلمنا عنه، مهما كانت العوامل الخارجية متغيرة طالعة ونازلة، قيمتك الذاتية بنفسك ما راح تتغير. جاني منصب الحمد لله بركة من الله عز وجل، بس ما يغير قيمتي بذاتي، أنا زي ما أنا، إيماني بذاتي ما يتغير، قناعتي بذاتي ما يغيرها مدح ولا يغيرها ذم. أعطي لأن العطاء واجب على الإنسان، لأن البناء واجب على الإنسان. هم ما وجدوا في عطائي ما يكفي، ما يقلل من 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 ذاتي، ما يقلل من قدر ذاتي، يقلل من العمل. فبالتالي نظرتي للعمل، طيب تعال أنت ما عجبك الشغل اللي استشتغلته، وهذا اللي والله ما أتأخر، أنا لما أتكلم معاكم مو معناته أني ترى وصلت. أنا هذا الكلام قلت لكم إياه فبروري كان قبل ثلاث شهور، أنا ما وصلت، أنت ولا أنت عشان الرحلة معاي. لما كلموني لما ونورة قلت لهم I love it، لأنه جاي في عقر الرحلة اللي أنا أعيشها.
أبغى أشارك الجميع فيها. الآن لما واحد ينتقد عملي وقاعد أحاول أن أوصل هالمرحلة أن تكون 100% أنه أنا طالع العمل زي ما هو يطالع فيه. أول كان إذا انتقد عملي قاعد ينتقد سلطان، كأنه في خلل، في نقص فيني. لا لا لا، وش قصدك؟ لا اللون الأزرق بس ما عجبني. وش اللون الأزرق؟ يعني ما عجبك الأزرق؟ يا أخي لون لون السماء يا أخي أزرق. ياهو أقول لك لون الأزرق ما عجبني. ها 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 أوكي أوكي. فصاروا يعني عرفت قصدي؟ في النهاية تمسك البرزنتيشن تقول ما عجبك الأزرق، طب وش رأيك؟ وش لون أحسن؟ أحمر. والله تدري أوكي حلوة فكرتك، ليش الأحمر؟ يبدأ يشرح لك والله يعطيك رأي يا جماعة ينورك. الناس تبغى لك الخير، بس أنت بتشوف الخير ذا ولا ما تبي تشوفه؟ وكله ينبع من قيمتك بذاتك. بما أنه community creatives أوكي عندنا مشكلة، إحنا creatives، أنا أعتبر نفسي منكم، ولأني عندي اعتقاد أنه everyone is، وهذا في المانيفستو أصلاً، everybody is creative. مو لازم تكون مصور، مو لازم تكون رسام، مو لازم تكون طباخ عشان تكون creative. إحنا عندنا الناس اللي يمتهنون الكرياتيفيتي عندنا مشكلة في الفصل. إذا كنت طباخ عندك مشكلة كبيرة، تعرف ليه؟ لأنه طبخك هو شغلك، ما فيها كلام. يعني يا بتعجبني يا ما أنت بعجبني. أنت كاتب يا بيعجبني كتابتك يا ما بعجبتني. من ضمن الأشياء التكنيس اللي تكلمت عنها قبل شوي أنا، الفصل التام. Who you are is not what you do. اللي أنت قاعد تسويه ما هو قيمتك الذاتية أبداً، وهذا الشيء راح يساعدك في تطوير الشيء اللي أنت قاعد تعمل عليه إذا تم الفصل الكامل بين ما تعمل عليه وما تظن بنفسك. طبعاً أنا بختم، ما أدري مع الوقت والله طولت عليكم أنا صراحة، قالوا لي 20 دقيقة، معليش سامحوني، أحب أتفلسف كثير. بخليكم مع هذه الخاطرة اللي أعجبتني. الحديد يكلف تقريباً $5، نفس القيمة السوقية، هو نفسه تقدر تصنع منه حدوة الخيل وقيمته $12، أو تقدر تستخدمه كإبرة وتصير قيمته السوقية $3,500، وتقدر تستخدم فيه البالانس سبرينجز اللي في الساعة وصير قيمته $300,000. في النهاية قيمتك الذاتية دائما منبثقة من داخلك، ومستحيل، وإذا في رسالة بوصلها اليوم أرجوكم، عمركم ما تحطون قيمتكم الذاتية في أيدي الغير. شكرا لكم. طبعاً أنا أبغى أشكر أختي نيرة أرا ثينجز، شي ديزايند ذا هول برزنتيشن، فصفق لها مرة ثانية. في أسئلة؟ أسئلة سلطان؟ السلام عليكم، يعطيك العافية، البرزنتيشن كان جدا رائع. عندي فقط سؤال بسيط، انه المستر نيجاتيف، هل هو دائما مستر نيجاتيف؟ لانه احنا نعرف دائما كل شيء له جانبين، فهل المستر نيجاتيف ممكن يكون مستر رياليستيك، اللي هو ممكن هو اللي وعاك لما بديت يور برزنتيشن؟ اتوقع انه الواقعيه احيانا لها دور كبير في تغيرنا، فدائما احنا عندنا تو بارتس، الايماجينري والدريمر والرياليستيك، فاخاف انه يكون فيه سؤال فقط، انه هل هنالك فرق بين مستر نيجاتيف ومستر رياليستيك، أو هما نفس الجزء لكن لهم وجهين مختلفين؟ أبغى أسألك، كيف ممكن مستر رياليستيك الحين في اجتماع معك وجتني فكرة وأبغى أطرحها وجاء قال لي فكرة خايسة، كيف ممكن يكون مستر رياليستيك؟ مستر رياليستيك يمكن تحليلي للشخص اللي قدامي، عرفني إيش كيف أتعامل معه، لأنه الناس مختلفين تماماً. فأحياناً تعاملي مع شخص لازم يكون حذر، إما أني أجرحه أو أني أعطل علاقتي معه. فالمستر رياليستيك يعطيني هيت معين، أنه والله هذا الشخص يفكر بالطريقة الفلانية، زي مثلا أبوي أنا، فلما أتكلم مع أبوي صعب أني أتكلم معه بدريمر وأنه أنا ببدأ شركة، مثلا أنا بديت شركة، ف
فطريقة تعاملي وتكلم مع لا أبوي ما يدري طبعا أشياء كثيرة إني بديت الشركة وإلى آخره لأنه رجل عسكري ويتعلم الحكومة وإلى آخره. فمستر ريالستيك وقفني في خطابي مع أبوي وقالوا إنه والله أنا أشتغل ما زلت مهندس وشغال وإلى آخره. فأنا أتوقع إنه مستر نيجاتيف sometimes can be مستر ريالستيك بالتعامل مع الناس to not jeopardize yourself or your relationship with family, friends or home. I love it. أعتقد الفرق اللي سألتك عشان الفرق بين مستر نيجاتيف ومستر ريالستيك. مستر نيجاتيف عادة is serving an internal need. عادة في شيء داخلك مثلا المثال اللي أعطيته أنا على الميتينج عادة يبغى يحميك من التفشيلة أنه لا تقول فكرة ما خايسة هو في النهاية ما يبغاك تقولها عشان ما تتفشل أنت عرفت قصدي بس المستر ريالستيك is serving الـ overall environment أنه أنت قاعد تراعي الجمهور قاعد تراعي نفسك قاعد تراعي العوامل الخارجية وتطلع بأفضل حل هذا أتوقع أنه من الحكمة بالعكس ما هو شيء سلبي السلبي عادة يجي داخل جوا من السبكونشس قاعد يحاول يغير من تفكيرك عشان يحميك من شيء أنت تبغى تحمي نفسك منه واضحة ولا يعطيك ألف عافية الله مستر بايك إبراهيم من كم يوم كنت في نقاش عميق شوية وخطر في بالي سؤال غريب يعني ليه ما كنتش أنا فعلاً وحش؟ يعني ليه ما كنتش أنا فعلاً وحش؟ يعني أنا فعلاً شخص مش كويس أنا فعلاً شخص مش كويس يعني وأنا قيمتي نفسها إن أنا شخص وحش يعني أنا فعلاً شخص وحش في حاجات كتير فليه ما تبقاش إن دي إن قيمتك دايماً تبقى يعني كويس ليه ما تبقاش وحش؟ فهمت قصدي هي ما هيش وحشه ايوه وما هيش باظت الله ما هي الليبلز يا جماعه مشكله ابراهيم مع الليبلز قيمتك الذاتيه انسان لا تحط ليبلز لا تحط انا كويس انا سيء كلنا نخطئ انا اخطيت قبل ما اجيكم فبخطي بعد ما اترككم فهمت قصدي الفكره اذا حطيت ليبلز بتبدا تشتغل على ترتيب انا اليوم اخطات فمعناته انا قاعد انزل في الترتيب فهم قصدي ايوه get your head out of labels طب انا ما تجي كويس ولا وحش ازاي او انا اعرف ان انا تمام ازاي actions لا actions evaluate actions don't evaluate yourself قيم الاكشن انا اخطات في حق المار اللي كان مار على الطريق اخطات في حق انا اسف معليش سامحني يا غالي قصرت في حقك مو برجع وما اعتذر منه وابدا اشتغل في نفسي وابدا يا اخي انت غلطان يوم انت ما تفيد الكلام ده ما يفيد روح اكت انت اخطات في فرق بين you screwed up and you are a screw up شايف شايفين الفرق يا شباب I love his point لان فعلا هذا الشيء المفروض كنت اتكلم عنه you're a screw up انت حمار واضح مع احترامي للجميع يعني you screwed up اللي سويته شيء غلط You labeled the action, you didn't label yourself. حلو؟ اوكي؟ بس هو معليش على تعقيبا على كلامه اذا تسمح لي. لا انا اعتقد انه بعض الناس يعني they have values, they are يعني morally يعني في ناس يعني سيئين في القياده في الطريق يسقط دائما على الاخرين، لازم يعتقد انه تصرفه خاطئ واذا واحد مثلا غير امين او كذاب او لابد انه يقول انا سيء لانه هذا واقعيه لا يكذب على نفسه ويقول باي اكشن لا خل اعترف انه سيء ممكن بعدها يتخذ خطوات انه يغير في سلوكه ويصير انسان حسن او جيد لكن لا نقول له لا فقط افعالك سيئه او نفصل الذات عن الفعل لا في ناس سيئين ولابد يعترفون انهم سيئين يبدون يغيرون في روحهم وانا اتفق معاه 100% اذا if you are a bad person you are a bad person and change yourself it's okay Don't you dream? Yeah. Just طيب. make a point. بالعكس سمح لي أسألك. وش يعرف الشخص؟ وش تعريف الشخص؟ أفعاله. صح؟ أفكاره ما تشوفها. And his values. Also. Values drive action. معي يا شباب متفقين؟ القيم تحدد الأكشنز. إذا أنا ما عندي قيمة للأمانة بسرق. صح ولا لا؟ حلو. أنا تقييمي له مو على قيمة، تقييمي على actions. لأن أنت ممكن تكون عندك قيمة ما عندك قيمة أمانة، بس ما تسرق ما أدري وش قيمك.
قدامي أنا الأفعال صح؟ واضح؟ معي؟ بجاوب كلام. لما تجي الشخص تقيم ذاته على ما يفعل، هذا عدل؟ سؤال، أنت كامل؟ كل الأكشنز حقتك 100%؟ No. طيب هل تبغاني أختزل شخصك باد أكشن ولا تو ولا ثري ولا تان أكشنز؟ لا، بس قصدي أنا أنه مو تقييم أنت الآن قاعد يعني don't make it personal. لا 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 لا، أنا قاعد speaking about the idea. So أنا اللي قصدي أنه our values determine يعني تحدد أن إحنا أشخاص سيئين أو حسنين. Not everything's by action. يعني في شغلات المشاعر not action. It could be يعني some about feeling. Okay. If someone's had يعني في ناس عندهم مشاعر سيئة مثلا. في ناس هذه it's not always by actions. Just an idea. I throw it up here. لا بس please. هي فكرة، هي الفكرة بس إنه إحنا راح نخطئ. We will mess up. راح نسيء. هذا فرق بين إن إحنا نخطئ وفرق إنه في ناس متخذ they have bad values يعني repetition. أتفق معك. يعني أتفق معك. هذا الشخص عشان ترجع. By mistakes or by صح. يعني في ناس هو سيء أخلاقا على الآخرين. لا يعني لازم يتغير. يمكن أنا أغلط عليك يوم بس إنه يختلف إنه كل يوم قيادته سيئة مثلا أو يضر الناس. أتفق معك. إذا في pattern ممكن الشخص هذا ما راح يتغير إذا عرفته حطيت تعريف له إنه سيء. مستحيل يتقبل منك، فهمت قصدي؟ لأنك أنت بمجرد نصحك له وضعت نفسك في مقام أعلى منه، وأنت سيء، ويعني أنا حطتك تحت، كيف بيسمع منك؟ بالعكس راح يعاند، تأخذه العزة بالإثم. نفس الشيء ما صار مع إبليس، طردها لأنه أخذت العزة بالإثم، وصلنا اللي وصلنا لها الآن. فهي المسألة أنه إذا إنسان أخطأ وكرر في الخطأ، وكلنا خطأ، وكل واحد فينا ترى فيه باترن عنده في الخطأ، فإذا أنا برجع لهذا الشخص الصوابة أبدأ أتكلم على الأكشن ليفل، ما أبدأ أدخل في الأيدنتيتي، لأن الأيدنتيتي مستحيل تحل المشكلة. أوكي، بس كان عندي تعليق بسيط على كيف تفرق بين مستر نيجاتيف ومستر رياليتي. أعتقد أن الأفكار اللي تجينا، المشاعر اللي أحس فيها بسبة هذه الفكرة is a great indicator. دائما مشاعري هي بوصلتي، فانا اذا جتني فكره وبعدها حسيت بتانيب ضمير وحسيت بقلق وحسيت بتوتر وكره للذات، هذه شعوري الكرهي لذاتي بسبه الفكره هذه this is 100% مستر نيجاتيف. اما مستر رياليتي اوكي، هو حيعطيني فاكت، حيعطيني بيفهمني ايش السيتويشن اللي قدامي، بس ما حاكره ذاتي بسبه هذه الفكره. والله هذه نقطه ذكرتني فيها فعلا. مستر نيجاتيف از نيفر فاكتشوال. مستر نيجاتيف ما يجيب لك فاكتس، يجيب لك قصص، يجيب لك مشاعر دفينة من الماضي تبين لك أنه ترى أنت فشلت لما قلت الفكرة الفلانية في قبل اجتماعين لا تذكرها الحين وتفشل نفسك مرة ثانية. فعلا نقطة جدا رائعة. بس حبيت أسأل عن اسم الكتاب اللي قلت فيه Vertical Horizontal. أوكي، في كتاب سيلف استيم والثاني The Courage to be Disliked. يا جماعة كتاب فتاك. The Courage to be Disliked. أول شيء يعطيك العافية ما شاء الله، متحدث يعني أعتقد أن الكل يوافقني، متحدث ما شاء الله ماهر، يعطيك ألف عافية. وكان الانسباير توك اونستي. كنت اول شيء بسال الكتاب والله يعطيه العافيه قال اسال قبل ما اسالك، فان شاء الله راح يعني احاول احرص على يعني اجيبه. الشيء الثاني، هل تتفق معي ان قيمتك الذاتيه انت كشخص تتاثر بالمحيط اللي حواليك، يعني بالمجتمع اللي حواليك؟ هي راح تتاثر، بس عملنا المفروض يكون محافظة عليها. لو تذكرون الجراف اللي رسمته فوق تحت، في جراف معاه ينزل ويطلع معاه، هذا الواقع اللي نعيشه في حياتنا اليومية. عملنا المفروض يكون للمحافظة علينا، يكون خط مستمر ما يتأثر بمنصب أو يتأثر من عدمه. أنت كنت بتتكلم وأنا ذكرت قصة حصلت لي، فحسيت إنه المجتمع كان له تأثير قوي جداً علي.
يعني خلينا نقول قصتي. رجعت أنا زوجي من بريطانيا، كان هو حصل على شهادة دكتوراه وأنا ماجستير. رجعنا، تعرف سوق العمل يحتاج فترة إلى ما أنت تتوظف وتحصل على وظيفة. زوجي تأثر جداً، ما صار يطلع يروح يجي، لأنه أقول له اطلع روح في الأعياد والمناسبات حتى مع أهله، واللي ما أقدر الناس تذبحني بالأسئلة، يا حرام أنت إلى الآن ما توظف، دكتوراه من برا ما إلى الآن ما توظف. فذكرت كلامك إنه قيمته فعلية الآن بعد ما توظف وصار ما شاء الله عميد في جامعة، في جامعة الباحة في قسم الهندسة الميكانيكية. قيمته الفعلية أشوفها تأثرت، الناس اللي حواليه، الاتصالات، الإيميلات، فحسيت إنه فعلا القيمة الفعلية لشخصك أنت، حتى لو أنت يعني تعرف نفسك وواثق في نفسك، بس تأثر المجتمع اللي حواليك يأثر فيها. اللي صار في زوجك هو بالضبط اللي صار في الجراف، ما كان عنده وظيفة، كان تحت، جت الوظيفة طلع فوق. تعرفين لو راحت الوظيفة ايش بصير؟ حيرجع تحت، بيرجع نفس المكان. صح، هذا مو صح، هذا مو طبيعي. الطبيعي الطبيعي انه ما جت الوظيفة ما يروح يشوف اهله، ما يروح العزايم، يتخبى من الناس. سألني وين اشتغلت، وين صرت تشتغل، وش صار فيك؟ يا اخي والله ما لقيت وظيفة للحين، فول ستوب، انتهينا. لان السوشيال بريشرز بتجيك، اوه هذا يشتغل في المكان الفلاني معناته حطيته في ترتيب عالي، ترتيب الناس لا يأثر فيك. أنت تقول كذا بس المجتمع يجبرك، صدقني يعني ما أدري، حسيت إنه فعلًا يأثر بطريقة. طبعًا هنا أخرى. هنا يجي برضو من ضمن الأشياء اللي في التريكس اللي في الكتاب سيلف إستيم، كنترول فالسي. كنترول فالسي يعطيك انطباع إنه أنت فيكتم للمجتمع، أوكي، إنه كل شيء قاعد يصير حولك أنا بتأثر فيه، ما أقدر. نفس الكلام اللي انت قاعد تقولينه، it's a fallacy، يعني ما هو صحيح. في النهايه المجتمع هو المجتمع، وانا افكاري انا مسؤول عنها. لما قالوا الشباب هنا mind peace of mind، they want to preserve their peace of mind، ايش كان قصدهم؟ يحافظون على افكارهم، صحتهم النفسيه. لانه فعلا الصحه النفسيه، انت تروح الجمعه عشان صحتك الفيزيائيه والجسديه، نتم صحتنا الذهنيه ايضا. وهذا من ضمن المواضيع اللي تهتم بالسلف كمباشن، بالسلف اكسبتنس، بالسلف وورك. يعطيك العافيه، بس قصه جدا ملهمه. يعطيك العافيه، يعطيك الف عافيه. معلش انا تخصصي ماث، فانت راسم الخط ستريت. اي ثينك انه بس جست تو يعني تو سي ان ايش انت ايش قلت بطريقه ثانيه، انه ذا جول انه يو مينيمايز كيف انت بتتاثر بالاشياء الثانيه. yes. اكثر من انه يو يس الجريدنج يكون زيرو. يس، ذاتس ا زومد اوت جراف. Yes. Zoomed out. Okay. لما yeah. zoom in, there will be ups sure. and downs. مرة حلوة النقطة. في النهاية لأنه الأفكار ما راح توقف. مستر نيجاتيف ما راح يوقف. مستر نيجاتيف قاعد يجيني الآن وأنا أتكلم. ليه هذا قام؟ نص سبيتش. شباب يعني بكون واضح معاكم، أنا حافظ مستر نيجاتيف الحين. يعني هاجر في زاوية الآن. صدق ما تقدر تسكته، بس بيجيك. هذا ليش قام وأنا أتكلم؟ وأنا متحمس قام. حبيبي تعال. لا ترى سلطان يمكن سبيت حقتك مي بحلوه. ستيب اب ا ناتش. فهمت قصدي؟ فهمت الفكره؟ فمستحيل توقفه. اف يو زوم ان على الجراف حقي الان سكند وايز يو ويل فايند ات جوينج اب اند داون. انا عندي سؤال على اخر فقره، اللي هي انا صراحه ما اقتنعت فيها، اللي هي كيف تصل بين نفسك وبين العمل اللي تعمله. وبعطيك بعض أمثلة مثلاً، أدباء، خلينا نقول مثلاً عندك الرزاق الكبير نجيب محفوظ، أعمالهم ناجحة وباقية ثابتة وتطورت، يعني يحسب لها، يعني يحسب تحسن أعمالهم. مع ذلك ربطوا بين شخصيتهم وأعمالهم. يعني شيء ما أقنع صاحب الفكرة. أنا أتفق معك أولاً، الربط بالشخصية سيسمونها personal brand، عادي انك تربطها. هو عندنا هنا اسامه، he's a personal developer brand developer، وعادي حط البراند حقه في البزنس كارد، فربط بين الشخصيه وبين عمله. الله يقويك. وفي امثله جدا رائعه، وخيرها رسول الله عليه الصلاه والسلام. كان بين الصحابه ما ينادون محمد، ما ينادون يا ابو القاسم، لا كانوا ينادون يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. صح ولا لا؟ ربط الشخصية بالعمل ما هو مشكلة، المشكلة ربط قيمة الذات، القيمة الشخصية بالعمل هنا مشكلة. وعلى طاري الرسول عليه الصلاة والسلام، انتم عارفين في أنبياء رجعوا إلى الله عز وجل زيرو فولوورز،
مستوعبين انتو؟ مستوعبين؟ زيرو فولورز، لكن قيمته الذاتية ما تهتز مع انه فشل في عمله وفشل في شخصه بالسيستم حقنا، لكن بالسيستم الله عز وجل انت اديت اللي عليك واعطيت اللي تقدر عليه وتكافأ على ذلك. فهمت الفكرة؟ وضحتها؟ So first of all, thank you for the amazing presentation. It was very helpful, and I think I personally will learn a lot from it. تاني حاجة, I have like a context and a question. فالأول, to give you a context for the question, the sequence اللي انت ذكرته هو ان it goes like this, from perceiving the surroundings to producing or producing kind of your actions. It goes from feelings to thoughts and then reactions, right? صح. From your understanding and experience, فين بتيجي الemotional intelligence? Because I think this is just another word for emotional intelligence, to be able to kind of reflect all the surroundings around you on your actions in a positive way, right? And not let it kind of affect your self-worth. But if this is, like, if we're on the same page, I think what you're saying is each one of us should have like a core value that kind of goes back to every time feels kind of a doubt of like confusion of whatever is going on in their life, right? So from your experience, since this is actually something you're going through right now, what do you think, or how kind of you can put guidelines for us to either identify our self-worth or the things that we should focus on and kind of believe in, if it's there and we just can't see it, or define it and kind of start building on it if it's not there. طيب السؤال مرة عميق ترى مرة عميق صراحة وما أتوقع إن يكفي الوقت إنه أجاوبه، لكن راح تجد الجواب الكافي في كتاب اسمه سيلف استيم اللي قلته أنا قبل شوي، لأنه يعطيك كل شيء يتعلق بالسيلف وورث. لكن بذكر نقطة الايموشنال انتليجنس تكلمت عنها، النقطة جدا مهمة. أنا مرة مبسوط من الأودينس هذا صراحة، لأنه والله أسئلتكم رائعة مكملة بشكل جدا جميل. ايموشنال انتليجنس أعتقد لما نتكلم على قلنا فيلينج بعدين ثينكينج بعدين أكتينج، عادة الايموشنال انتليجنس يظهر في understanding the intention of the feeling. لما أتكلم عن Mr. Reality or Mr. Realistic or Mr. Negative، طبعاً you can be creative with the name guys. I called him Mr. Negative. بس أنتوا حشوا فيه لين ما تذنون عادي. سموه اللي تبون تسمونه. Mr. Negative, what's the intention of the feeling؟ لما يجيني يقول الفكرة سيئة وذكرتها الأخت الكريمة هنا، what's the intention؟ ليش هذا الشعور جاني؟ هل هذا الشعور جاني عشان يخليني أحسن؟ عشان يخلي surroundings أحسن؟ ولا قاعد يحميني من أني أطلع من الكومفورت زون خايف؟ لأنه عادة الإيموشنز دائماً منبثقة من جانبين، fear or love. You act out of fear or you act out of love. على نفس الأكشن، تخيل أنا بحمي ولدي، خايف من الأذى ولا لأني أحبه؟ مستوعبين؟ نفس الأكشن، نفس البيهيفير، لكن الفيلينج مختلف. وسبحان الله الـ feelings radiate. الابن راح يشعر انه ابوه او امه خايفة عليه، ما راح يشعرون ان امه وابوه يحبونه لذلك حموه. فهمتوا الفرق؟ فـ emotional intelligence comes from understanding the intention of the feeling. اذا حسيت انه الـ intention positive، زي ما ذكرت اختي معلش اسمك؟ غادة. نعم والله. زي ما ذكرت غادة، اذا كان الـ emotion ايجابي معناته go ahead. That's a good thing. إذا الإيموشن سلبي وقف، هذا مستر نيجاتيف قاعد يشتغل عليك. إيموشن قاعد مستر نيجاتيف قاعد يعمل عشان يوقفك. فهمت الفكرة؟ بس إجابة على سؤالك الباقي الصراحة أنا أشوف سيلف استيم والهلب a lot. And the courage to be slight. The courage to be slight is good. برضه. يعطيك العافية سلطان. فيه
تعليق على كلامك إبراهيم أنه ممكن الإنسان يكون وحش فعلا. التصالح أحيانا يكون خطيئة، التصالح مع الذات أو كل خطيئة، إذا كان يعني القضاء على وخز الضمير وإلحاح الفطرة وخنق الحنين إلى السماء. It's only one minute، ترى ما راح أطول. إذا كان يعني القبول بالدون والرضا بالتفاهات والسفاسف وإفناء الزمان في القبائح، إن جوهر التصالح مع النفس يعني التقدير العادل لأحداث الماضي ولإخفاق الحاضر أو تعاسات الظروف، والنظر لجراحات الزمان بوصفها الثقوب التي ينفذ من خلالها النور إلى الروح كما قيل، نور معاناة التجربة ونور الانتصار على المشاق. ومن غير تصالح مع الذات سيقف القارب، لأن المجاديف المتعاكسة لا تفيد ولا يبقى سوى الاستسلام للعواصف القادمة. ففي جانب أنا حبيت كذا أني أسوي نفسي فصيح شوي، بس هذا اقتباس لعبد الله الوهيبي من مدونة عبد الله الوهيبي، مدونة اسمها التصالح مع الذات، أو تدوين اسمها كذا يعني. فأحيانا التصالح مع الذات فعلا كاونتر برودكتيف، أصلا أنت قاعد تتصالح with an actually negative thing that you need to change. بس أنت تقول لا أنا أحب نفسي زي ما أنا وكذا، بس لا you need to, this is something wrong and you need to actually change يعني. زي كذا. رائع جدا، ملهم. طبعاً سيلف اكسبتنس، التصالح مع الذات، هذا يبغى له برزنتيشن ثاني فعلاً، يعني موضوع جداً جميل. شكراً سلطان، يعطيك العافية. As part of learning process you have to be skeptical، وهذه صراحة منهجية أنا ماخذتها من 2011. بس المشكلة لما تكون skeptical 24/7 يعني اللي يعني وصلت مرحلة اللي I can't control it، I lost balance. في طريقة إنه الواحد شوي يفصل إنه. Why do you need to be skeptical? What need is it serving? أنا صراحة كثير أقرأ كتب فلسفة، ف you have to be skeptical عشان تسوي cleansing لأفكارك. Why do you need to cleanse? عشان ممكن الأفكار اللي من يومنا صغار كانت صح. يعني رفعت هي في البداية، بس المشكلة إنها استمرت إلى الآن. يعني تبغين clarity of thought؟ وصارت عكس ذلك. الحين إيه كانوا انعكست الآية، كانت it was helpful at the beginning، بس الحين لا، صار شيء ضايق. Then serve your need. How so? يعني إذا skepticism is not serving it anymore، you need clarity of thought. Ask yourself why isn't it serving that need. يعني لما when skepticism hits، ask is this skepticism gonna help me clarify my thought process، ولا it's gonna create or tangle it. That's the problem. No, I can't. خلاص I can't. يعني let it go. عارف. Mm. Yeah, it becomes part of that thought processing. هذا ممكن يدخل في analysis paralysis، وإنه مستحيل توصلين إلى decision أو مستحيل توصلين إلى نقطة نهاية conclusion، صح؟ معناته we need to have a separate talk. الموضوع مرة معقد، بس إذا مهتمة. في انت قلت كلمه letting go، في كتاب اسمه letting go، ديفيد هوكنز، اي ثينك هيز نيم از ديفيد هوكنز، هذا من ضمن الاشياء اللي ممكن من الكتب. letting go it talks about the different feelings that we go through، what kind of feeling is it serving، هذا thought process skepticism. انت قلت لي من يومنا صغار، فاكيد في قصه you can relate to قصص، ف السبكونشس قاعد يشتغل على هذا الليفل، انه دائما اتس برينجينج اب ذوز ستوريز اللي تحسين انك يو ور تاوت سمثينج ذات واز فيك اور واز نوت ترو، يو ور امبوزد وذ ايدياز وذ نوليدج ذات نيدد فرذر، خلينا نقول كلاريتي اور فرذر ديليجنس. فيبغى له يعني هذا موضوع معقد صراحه، ما له كيف تشوفين الربط بينه وبين سيلف وورث؟ اي ونت تو اندرستاند. شوي it affects self-esteem، therefore it affects the self-worth. How does it affect self-esteem? Yeah, it needs further. Let's talk about it.
لأنه فعلاً أنا مهتم أبغى أشوف الربط بين الأمرين. Okay. I'm sorry, I stopped you maybe. My name is Lian. I have one last comment before I run out. I guess everyone was talking about the self-worth. How do we perceive ourselves? Bad, good? Are we really good? أنا من الناس اللي يؤمنون بخيرية بني آدم. But I believe in all of us are good. Yes. But in different levels. On different levels. Come on. التصالح مع الذات. والله شكله بيصير في هوشة بعد سبيتش يا جماعة. أنا بمشي. هذا منتي. خيرية بني آدم على مستويات متحددة. إحنا ما نقدر نقول إن الحرب خير. أكيد ما نقدر نقول إن الحرب هو الخيرين. لكن في درجة من الخير بكل إنسان. ف coming back to the self worth. الموضوع ما هو عن أنا إيش أشتغل إيش أكون. لكن الموضوع إنه I always have an anchor back, an internal self-worth. The internal self-worth هذا وش أهميتها؟ لما يجيني feedback من برا، لما يجيني أحد يقول you're a bad person. Am I a bad person? If I lack self-worth, then yes. Directly, I'm gonna take it and apply it to myself. Or go sit at home, not meet anyone. لكن if I have internal self-worth, بغض النظر عن actions, thoughts, values, أشياء معقدة. الإنسان كان معقد. ما ينفع نحصره بأكشن ولا بvalue ولا بidentity. لكن أنت كإنسان كلك هل أنت إنسان سيء؟ You're never a bad person. That's it. Thank you. أيوة طبعاً شباب أكيد كلكم خدتوا انفلوب. الفكرة منها إنه theme is preserved. فراح يمر عليكم بوكس الحين إن شاء الله. Just write on that letter what one thing you want to preserve until 17th of May 2020. Put the email, your email address, on the face of the envelope. حط إيميلكم على ال. والله كانت فكرة حلوة نحطها على الزرق، صح؟ والله فكرة حلوة. مرة الجاية إن شاء الله دمها. طبعاً حطوا إيميلكم على الانفلوب على أساس يوصلكم الإيميل سكاند letter scanned على نفس التاريخ إن شاء الله. It can be as long as you want, it can be as short as you want. It can be one word, it can be one letter, whatever you want. In the end, you will be receiving that letter. So, يعطيكم العافية على وقتكم. إن شاء الله أني أفدتكم وقتكم ثمين أنا عارف. يعطيكم العافية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. استودعتكم الله. يعطيك العافية سلطان. اوكي حناخذ بس فقره ال 30 سكند اذا ممكن بس ناخذ شخصين هم المفروض خمسه ولكن عشان الوقت عندنا رفوزيه تفضلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل عام وانتم بخير اكيد كلكم حابين انكم تكونوا دائما مبسوطين وبتضحكوا وبتبتسموا طول يومكم زي ما قال الاخ سلطان ان تكون مشاعرنا دائما ايجابيه ونظرتنا لذاتنا دائما في خط مستقيم فانا فايزه ابو راسين معلمه معتمده من يوغا الضحك وسفيره ليوغا الضحك جربت يوغا الضحك وشفت على نفسي وايش استفدت منها عشان كده اصريت اني اروح واخذ الكورسز عشان اتكلم عن هذه الثقافه ونشرها في مجتمعنا بيننا نحن كلنا عشان الكل يستفيد طبعا انتم عارفين فوائد الضحك مره كثير اهم فائده انه هو في ثواني يغير مودك وانه الجسم ما يفرق اذا انت كنت سعيد ولا انت بتمثل انك انت سعيد والضحك زي ما انتم عارفين هو معدي في البدايه يبدا ضحك غير صحيح بعد كده يصير ضحك حقيقي واستفيد منه الجسم وانت بتضحك بتدخل كمية كبيرة من الأكسجين في جسمك وفي عقلك كده انت بتستفيد جسمك وبتحس بطاقة إيجابية وحيوية في جسمك وفي حركتك طبعا بتستفي أدائك الوظيفي بالنسبة للناس اللي بيستخدموها في الشركات ويوجد الضحك انتشرت في كل العالم صارت موجودة فيها نوادي وإن شاء الله بإذن الله حتصير عندنا نوادي كمان نحن في دول الخليج هي يمكن أقل دول لسه ما وصلت يوغا الضحك في الكويت في نادي في البحرين وإن شاء الله حيصير في السعودية وفي بقية دول الخليج طبعاً لما يصير أكثر كمية الأكسجين في الجسم فحيصير عندنا الجهاز المناعي طبعاً حيقوى عند الإنسان حيحس
بإيجابية حيكون هو عطاء زي ما قلنا بيتغير، غير كذا إنه هو يكون دائما مبتسم، وهذا شيء أوصى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، دائما يكون مرتاح مع نفسه مع ذاته. فأتمنى إنه أنتوا تعرفوا أكثر من يوغا الضحك، وأي أحد يحب إنه يعرف أكثر عن هذه الثقافة أنا مستعدة أقول له عليها. طبعا نحن بنخرج ليدر في هذا المجال، إنهم هم الأسان، هم لازم يساعدونا عشان نعمل النادي في الرياض، وبعد كده إن شاء الله ينتشر في كل المدن المملكة. فأي أحد عنده سؤال ممكن، أنا موجودة هنا وفي عندي الكارت حقي وتواصل معي. شكرا لكم. يعطيك العافية. عندنا جمعية النهضة حابين بس يلقوا كلمة. في شخص ثالث حابب يعلن عن مبادرة أو أي شيء ثاني؟ تأخرنا عليكم اليوم معليش. مرحبا، أنا خولة دراعي من تيم جمعية النهضة. أول شيء نشكر CreativeMornings على أنهم سمحوا لنا بهذه الفرصة استضافتكم في جمعية النهضة. بعد إذنكم عندي سؤال، مين ما يعرف عن جمعية النهضة لما حضر هنا؟ أوكي، فحابين نعرفكم على جمعية النهضة بطريقة مختلفة عن طريق غرفة التجربة، فتفضلوا من هنا. يعطيكم العافية. اوكي، احنا شوية في CreativeMornings محتاجين الرولز التالية، فأي شخص من هذه الأشياء نحتاج graphic designer or illustrator، فبليز تواصلوا معنا، social media specialist وtranslator. فإذا ممكن تراسلونا عن طريق الإيميل riyadh@creativemornings.com، نكون شاكرين كمتطوعين. عندنا attendee of the year، ما شاء الله العدد كل شهر قاعد يزيد، فبدأنا إحنا من الشهر اللي فات. attendee of the year يا حيكون التشيك إن حق وصلت 12، أو إنه يكون جمع على الأقل 10 ice breaker tags. فأتمنى إنه نبدأ نجمع، أو يعني نكون يعني نخلي هذا ال اوكي بغينا نخلص بسرعه. لما ايش الايس بريكر تاج؟ الايس بريكر تاجز اللي هي الكويستشن اللي يقولها السبيكر. اوكي، يعطيكم العافيه، ما قصرتوا، وان شاء الله انبسطتوا اليوم، ومبارك عليكم الشهر زي ما قلنا، وان شاء الله نشوفكم. اوكي، في صوره حابين ناخذ صوره للكريتيف كوميونيتي اللي عندنا في الرياض. قبل لا تقوموا بليز نحتاج صورة عشان تعبر عن مدينة الرياض للجلوبال كريتيف مورنينجز. نتصور؟ يلا لولو ما أعرف أحد، بصور على طول. واحدة ثانية معنا، لازم واحد من ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. تقدر تبردوا على قلبكم، في آيس كريم هناك جايبين، so please pass by. والله انا طمعان Thank you. Happy birthday. Happy birthday.
هلا والله. كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ طلب أخير إذا ممكن معلش الأقلام إذا خلصتوا إذا ممكن تحضرونها بس في registration table أكون ممنونة. دانا جدك خلاص عارف ايه مدري خلاص كيف حالك متعامل رمضان كريم اي ابراد ولا حق I'm going to go to the hospital.